بسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نلقاكم كلكم بخير. من مطبخ أبو سيج العنابي اليوم قلت لكم واحد الكيكة. واحد الكيكة الله 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 يا بابا، روعة روعة روعة، دوب الفم صدقوني. كيكة بيضة واحدة وبعدك غناشة الشوكولاتة تجيكم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، أروع ولا أروع. احنا راهو قرب دخول المدرسي، اولادنا قريب يدخلوا يقراوا، ما بقاش يعني بقات نهارين، وان شاء الله ربي يبارك لهم في خطواتهم وفي دراستهم وفي امتحاناتهم، وان شاء الله ربي يوفقهم. نعملوا لهم هذه كيكه حلوه باش تجي يعني دراستهم حلوه. كما نعرفوا كل في اي وصفه فيها مقادير، في كيف التحضير، نروحوا نشوفوا بعضنا كيف التحضير المقادير، نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا نشوفوا، يلا نروحوا. هنا في طاولة العمل كما كنتم تشوفوا عندي كاس إلا ربع زيت نباتي، عندي كاس إلا ربع سكر، عندي كاس إلا ربع حليب، وعندي كاس فارينة، وعندي عطر البندق نستعمله في الشونتي، وعندي الفانيلا، عندي بيضة واحدة فقط، عندي رشة ملح، عندي زوز أكياس تاع خميرة الحلويات، وعندي زوج ملاعق كاكاو بني مر. هنا نروحوا للريسيبيون، عندي البيضه الاولى نكسرها كما راكم تشوفوا، راح نضيف رشه الملح، راح نضيف السكر تاعي هو كاس الا ربع، اقل شويه نقص شويه، نحط الفانيلا، وجبت هنا الباتير تقدروا تخدموا بالفوي فقط. انا هنا كنت زارب شويه قلت نجيب باتير خير، خدمت بالباتير ذوبت هذاك السكر، اصبحت يعني البيضه هذه والسكر يعني بلونش نيج بيضه. راح نضيف بعد ذلك الحليب، هو كاس الا ربع الحليب، ملاحظه فقط هو دافئ، دفيته فوق النار باش يعطينا الكيكه تاعنا خفيفه، دفيته فوق النار ماهوش بارد وماهوش سخون، يكون دافي فقط. ونعاود نضرب الباتير تاعي، وراح نضيف هنا الزيت، الزيت كاس الا ربع نحطه على ثلاثه مرات، نحط الكميه الاولى او نضرب، ونضيف الكميه الثانيه او نضرب حتى نكمل الزيت كامل، يعني يد تضرب ويد تصب الزيت، هكذا جينا الكيكه تاعنا جينا ما شاء الله. وكما نعرف الكل كي نصبوا الزيت لازم على الاقل دقيقتين نضربوا بالباتير باش هذاك الزيت يختفي تماما في السطح تاعو وما يبقاش يعني يسبح الفوق. هنا بعد ما كملت بالباتير تاعي نحي الفوي تاعي، نحي الباتير، نجيب صفايه ونحط كاس فارينة، كاس فارينة نضيف لها كاكاو تاعي زوج ملاعق، نضيف لها زوج اكياس تاع خميرة بيكيكين باودر، نحط الكيس الاول، نحط الكيس الثاني ونصفيها. دائما الفارينة نغربلوها، كاكاو كذلك يعني خاصة الكاكاو، عفوا الكاكاو لازم يتغربل لأنه معبي حبيبات، هكذا ونحرك جيدا كما راكم تشوفوا، وراح نضيف لها يعني في الأخير ملعقة خل، والخل كما نعرف الكل راهو محسن ويعني يخفف الكيكة تاعنا تجينا خفيفة وتجينا هشة. أنا حوالي ملعقة فقط يعني، ونعاود نحرك جيدا. ونجيب البلا تاعي أو بلاطو تاعي كنت عملت فيه الزبدة، ونحط فيه الفارينة من الفوق باش ما تلصقش، هكذا أنا دهنته بالزبدة وحطيت الفارينة وعملته كامل بالفارينة في الحواف كامل، الحواشي تاعو في الوسط مع الجوانب كامل بالفارينة باش الكيكة تاعنا كي نقصوها يعني نقدر نهزوها عادي. البلا تاعنا الطول تاعو 30 والعرض 24، 30 على 24. ونجيبو هنا الكيكه تاعنا او نجيبو العجينه تاعنا او نجيبو الخليط تاعنا ونحطوه هنا في البلا تاعنا، ونجيبو سباتيل ونخرجوا هذاك الخليط كامل كامل كامل، نحطوه في البلا هكذا، ونمرر مع الجوانب مع الحواف يعني في كل اماكن بالطريقه هذه باش ما تجيناش يعني جهه عاليه وجهه هابطه. ومن بعد راح نضرب البلا هذا، نخبطو خبطات ملاح
فوق طاولة العمل وندخله على نار تكون 180 درجة مئوية. نطيبه حوالي 20 دقيقة من الأسفل، نحطه في النص، ومن بعد نهبطه لتحت، نطيبه من فوق 15 دقائق ونخرجه، نخليه يبرد. أنا جبت كاس شونتي بومبي وجبت كاس إلا ربع ما يكون بارد من المجمد. ونجيب الباتير تاعي ونبدأ نطلع فيه بالباتير. أنا دايما الشونتي تاعي يطلع لي، يعني يجيني ما شاء الله، راكم لاحظتوا يعني في كل يعني وصفاتي الشونتي أنا دايما نستعمل بلونش ناج أو أميرة. هنا عندي عطر البندق، نزيد نضيف له كمية صغيرة في الشونتي، يعطيني الذوق صدقوني ما شاء الله. ونضيف هنا حوالي ملعقتين تاع ماء يكون بارد، ضفت كاس إلا ربع وملعقتين أخرين فوق هذاك العطر تاع البندق، ونعاود نخلط جيدا هكذا، نضربها مليح باش تطلع لي هكذا. أنا طلعت بيان يعني جات مليحة. نحي الفوي تاعي، نجيب سباتيول نحي هذوك مع الجوانب ونحطها في الثلاجة، ونجيب الكيكة تاعنا بعد ما طابت نخرجوها نحطوها في طاولة العمل تبرد تماما. تبرد، تشوفوا طلعت ما شاء الله، جات خفيفة خفيفة ولا أروع، صدقوني ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا الحجم تاعها الضعف، جات ما شاء الله. نخليها تبرد تماما هنا، ونجيب نصف كاس حليب، نحط له ملعقة ونصف سكر، ونضيف له عطر البندق. عطر البندق هذاك فيه هذا الذوق وهذا الرائحة ما شاء الله. نحرك جيدا هكذا كما راكم تشوفون، خلط حتى يذوب السكر وهذاك البندق كامل يعني يطلع في الكاس، ونجيب بانسو ونشربها. يعني ما نشربوهاش بزاف لان هي ديجا خفيفة، واللي يحب يخليها شايحة يخليها شايحة. انا دائما نحب الكيكة تاعي نشربها شوية هكذا بالحليب أو بالشربات. هذا كان نصف الكاس حطيته كامل هكذا، تجيني كيكة طرية وتجي دوبل فوم. نجيب الشونتي تاعي نخرجه من الثلاجة ونبدا نحط من الفوق هكذا. نجيب سباتيول ونبدا نخدم بها. شوفوا يعني الخبرة بسم الله ما شاء الله، نخدم بها بكل سهولة. يعني الشونتي هذا حطيته فوق الكيكة، وبالسباتيول هذه نخدمها بكل سهولة. شوفوا يعني الخبرة تلعب دور كبير. يعني شونتي كاس واحد فقط، كاس واحد كفاني لارجومون. وجبت كوبات هذه وبديت ليسي فيها كما راكم تشوفوا هنا باش يجيني سطح كامل يجيني املس. من بعد ندخلها المجمد حوالي نصف ساعة، ونروحو نحضرو الصوص الشوكولاتة تاعنا والقناش تاعنا. نجيب معني نصف كاس حليب أو كاس إلا ربع حليب، حتى نصف كاس يعني، ملعقة سكر، عندي ملعقة تاع فارينة، وعندي ملعقة تاع كاكاو بني مر. ونحرك جيدا هكذا حتى يذوب هذاك الفارينة كامل والكاكاو والسكر. نضيف له ملعقتين تاع الزيت باش يعطيني ذاك اللمعان، ونحرك جيدا ونحطها فوق النار حتى يعني تعقد مليح. نحرك باستمرار على النار المتوسطة، ونجيب هنا قطعة تاع شوكولا حوالي 50 غرام كنت ربيتها، ونضيفها هنا ونحرك حتى تذوب تماما، ونضيف لها ملعقة صغيرة تاع زبدة. نحاول نذوب الزبدة هذه ونخلي صوص تاعي تبرد، يعني تبرد أو تدفى. نحطها في هذا الإناء ونخرج كيكة تاعي من مجمد. هنا يكون كريم شونتي يكون جامد يعني بارد مليح، وشوكولاتي أنا تكون دافية كي نحطوها، يعني مش حتفزد. وبدك تحطوها سخونة لازم تكون دافية على الأقل أو باردة. شوفوا كيما نحطها، نبدأ ندور في كل جوانب حتى تملأ. شوفوا أني عند هذاك اللمعان الزيت ما شاء الله، يعني كأنها مروار. ونجيب هنا ورقة ذهبية هذاك، يعني أنا كنت حنزينها بالنكري، ولكن أني فتشت عليه صدقوني ما لقيته، صدقوني ما لقيته. أنا عندي بصح ما لقيتوش، وش حندير يا أبو سيد وش حندير؟ لقيت الورقة الذهبية هذا، يعني جبت هذاك النقاش وقسمته هكذا، زينت به زينة تخفيفة فقط. يعني دائما نقول لكم التزيين راهو اختياري، التزيين
اختيار، يعني افكار تجي وحدها فقط، ومن بعد انا راح نجيبوا سكينه ونبداو نقسموا فيها قطع اصغر. العمليه جد سهله، والكيكه ما شاء الله ذوق ولا اروع، صدقوني تقدروا تجربوها وتنجحوا فيها باذن الله، تجيكم روعه روعه روعه. نجيب مسطره هنا ونجيب سكينه ونبدا نقص. هذه مره جبت المسطره باش ما نعوجش لي تري تاعي، انا قصان شويه يدي تترعد وتميل ساعات ما نجيبهاش. شوفوا كل مره منقص نمسح السكينه هذيك ببابي ابسوربون ولا يعني سيرفيات، المهم اللي عندكم تقدروا تمسحوا بها. هنا تحصلت على 18 قطعه كما راكم تشوفوا، جات ولا اروع، صدقوني ما شاء الله. انا راح نرفعوا حبه ونشوفوها. هنا نجيب سباتيل تاعي ونبدا نرفعوا القطعه الاولى. كما نعرفوا كل القطعه الاولى يعني باش نرفعوها صعيبه شويه، ولكن نحاولوا معاها ونخرجوها. دائما الاولى نفزدوها ونروحوا للاخرى نرفعها. الحمد لله رب العالمين نجحنا فيها وخرجنا هذه القطعه الاولى. كما راكم تشوفوا، شوفوا داك لمعان تاع الشوكولاته، جا ولا اروع، صدقوني ولا اروع، ما شاء الله ما شاء الله. هذه الكيكه بنين 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 بنينه، دوبل فوم دوبل فوم كما قلت لكم، يعني تقدروا تعملوها لضيوفكم، تعملوها يعني تروحوا زياره، تعملوها يعني حتى مشاريع تبيعوها، وصدقوني تنجحوا فيها وراح تستفادوا منها مداخيل ما شاء الله ما شاء الله. نجيبوا قطعه هنا، شوفوا تحطوا الملعقه فيها تدخل مباشره، يعني دوبل فوم سهله سهله. شوفوا شوفوا ولا اروع، شوفوا شوفوا يا جماعه، شوفوا شوفوا اللي عنده قلبه ضعيف يا يما يا بابا جربوها فقط، يعني ما فيهاش يعني مكونات بزاف وما تطلبش دراهم بزاف، اقتصاديه، بيضه واحده. اللي يجيك مغالي هو الشونتي برك فقط يعني، اما الامور الاخرى كلها راهي رخيصه. اذا احبائي بعد ما شفنا الفيديو هذا نقول لكم السلام عليكم، لا تنسونا بالاعجاب.